بنرحب بالاستاذ محمود ديوان وبنبارك لهم على ان شاء الله على امبارح القرار الموافق على القرار الخاص بفلسطين. ممكن تعرفني اكثر عن القرار وايه فائدته بالنسبه لفلسطين؟ القرار الذي اتخذ بالامس بعد هذا المخاض العسير من النقاشات التي تمت والذي حظي بالنهايه بالاجماع وتم اعتماده بالاجماع يتعلق بتقديم المساعدات التقنيه للسلطه الوطنيه الفلسطينيه من اجل النهوض وتطوير قطاع الاتصالات في فلسطين. هذا القرار يتضمن عددا من المشاريع المتعلقة بالصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني وأيضا التخطيط وإدارة الطيف الترددي وتنمية الموارد البشرية. هذه المشاريع أيضا نحن بحاجة لها في فلسطين. الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال مكتب التنمية قرر أن يواصل ويستمر في تعزيز وتقديم هذه المساعدات، وكما لاحظنا بالأمس أن هذا القرار تقدمت به مجموعة الدول العربية وحظي بتأييد حوالي تقريبا 55 دولة التي تبنت تقديم هذا القرار. هذا يعني أن القرار كان لو ذهبنا إلى التصويت كان سيحصل على الأغلبية المطلقة، حيث لم يكن يعارض هذا القرار سوى دولة واحدة فقط هي إسرائيل. هذا القرار أعتقد أنه سيعود بالتأكيد بالنفع على السلطة الوطنية الفلسطينية في سبيل تطوير قطاع الاتصالات في فلسطين، حيث أننا خاصة في مجال تنمية الموارد البشرية وفي مجال تخطيط وإدارة طيف التردد نفتقر إلى ونحتاج إلى الكثير من الكفاءات والخبرات في هذا المجال، والتي نأمل أن نحصل عليها من خلال هذا القرار ومن خلال التكليف الذي صدر لمدير مكتب التنمية بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع. أنت وحضرتك قلت أن القرار سيساعدكم في مؤتمرات المكسيك، بأي اتجاه سيساعد؟ لا، هو يعني قرار مؤتمر التنمية أصلا هو سيعرض في المؤتمر المكسيك حتى يعتمد من الناحية المالية. يجب هذا القرار يحتاج إلى موازنة مالية ويحتاج إلى حشد موارد مالية. إذا لم يحظى بموافقة في مؤتمر المندوبين المفوضين فبالتالي لن يستطيع مدير مكتب التنمية أن يوفر الأموال اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع. لكن في المكسيك الموضوع مختلف، في المكسيك سيكون هناك الموضوع الذي يتعلق بوضع فلسطين داخل الاتحاد. فلسطين في الاتحاد الدولي للاتصالات مراقب منذ عام 99. آن الأوان أن يتغير هذا الوضع في ظل المسددات السياسية والجغرافية والاقتصادية على الأرض، إذ لا يجوز أن نبقى في هذا الوضع الذي نحن فيه عليه الآن. شكرا لحضرتك أستاذ محمود، بالتوفيق.